بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن عقيدة التوحيد تقتضي أن تنسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصرف في هذا الكون، وهو ربه خالقه، فلا يجوز أن ينسب شيء من أمور الكون، أمور القضاء والقدر، إلى غير الله عز وجل، لأنه هو المتفرد بالتدبير والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، لا شريك له في ذلك. وهذا هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله تدبيراته. وأما إفراده بالعبادة فهذا توحيد الألوهية، توحيده بأفعال العباد، هذا توحيد الألوهية. ومن النوع الأول وهو الشرك في الربوبية، نسبة الأشياء إلى غير الله من أمور الخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة. ومن ذلك نسبة الأمور إلى الدهر الذي هو الزمان، الليل والنهار. فالدهر هذا مخلوق من مخلوقات الله، يجري فيه الرب سبحانه وتعالى ما يشاء الليل والنهار، وليس الدهر هو الذي يوجد هذه الأشياء، إنما الذي يوجدها هو رب الدهر، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا لفظ الحديث كما يأتي، الترجمة مأخوذة من الحديث. آذى الله، الله جل وعلا يتأذى، ولكنه لا يتضرر، لا يضره شيء، ولكنه يتأذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ففيه فرق بين التأذي وبين التضرر. ومسبة الدهر مسبة لله. لماذا؟ لأن الدهر مخلوق مدبر، ليس له من الأمر شيء، فالذي يسبه من أجل ما يجري فيه من المكاره هذا يسب الله سبحانه وتعالى، فيتنقص الرب سبحانه وتعالى. هذا وجه أنه يؤذي الله عز وجل، تنقص الرب ويسب الرب عز وجل، هذا هو الحقيقة، لأنه هو الفاعل والمقدر والمدبر. أما الدهر فإنه مخلوق، ظرف لما يقع فيه من الخير والشر، ليس له من الأمر شيء. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نعم. والدهرية على أقسام، النوع الأول أو القسم الأول
دهرية الملاحدة الذين لا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى وينسبون الأمور إلى الطبيعة وينكرون الخالق، ينكرون وجود الله وتدبيره في هذا الكون وينسبون الأمور إلى الطبيعة. هؤلاء ملاحدة والعياذ بالله من الفلاسفة وغيرهم من الطبائعيين. النوع الثاني مشرك العرب، بعض مشرك العرب، هو كلهم بعضهم الذين ينكرون البعث، يؤمنون بالله وأنه المدبر والخالق الرازق المحيي المميت، يؤمنون به ولكن ينكرون البعث لأنهم يستبعدون أن الميت إذا فني وتلاشى صار ترابا أنه يبعث مرة ثانية. فهؤلاء هم الذين ذكر الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليس هناك آخرة، حياة واحدة الدنيا فقط وليس بعدها بعث ولا دار أخرى ولا جنة ولا نار. هذا يقوله بعض مشركي العرب الذين تأثروا بالدهرية والفلاسفة وعجزوا الله عز وجل أن يعيد الخلق كما بدأه. والنوع الثالث من يؤمن بالله ويؤمن بالبعث ولكنه ينسب الحوادث المكروهة إلى الدهر ويذم الدهر، يذم الدهر، وهذا نوع من الشرك لأنه جعل لله شريكا في تدبيره وفي خلقه وفي إيجاده، أو نوع من الشرك. النوع الرابع من الذين يسبون الدهر أنه يؤمن بالله ويؤمن بالبعث ويؤمن أن الأمور بيد الله عز وجل ولكنه يذم الدهر من باب المسبة للدهر. وهذا أذية لله، ليس بشرك، ليس بشرك، لكنه أذية لله سبحانه وتعالى. يؤذيني ابن آدم، في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال يؤذيني ابن آدم، كيف يؤذي الله؟ بيّن ذلك بقوله يسب الدهر، الذي يسب الدهر يسب الله عز وجل، لأن الدهر ليس له تصريف ولا تدبير، إنما المدبر والمتصرف هو الله. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هل الله يسمى الدهر؟ هل من أسماء الله الدهر؟ لا، ليس الدهر من أسماء الله، وإنما معناه كما في الحديث، الحديث يفسر بعضه بعضا، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمعنى أنا الدهر أن الله هو المدبر وأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالدهر مدبر مخلوق، الدهر مخلوق مدبر.
ليس له من الأمر شيء، فيتأدب المسلم ويمنع لسانه من هذا الكلام ولا يسب الدهر أبدا، بمعنى يذم الدهر ويسند الحوادث إليه، وإن كان لا يعتقد أنه هو الذي أوجدها، لكن هذا فيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. فالدهر ليس من أسماء الله، ولهذا غلط الجمهور، غلطوا ابن حزم رحمه الله حيث عد الدهر من أسماء الله، هذا غلط، ليس من أسمائه الدهر. وقوله أنا الدهر بينه بقوله أقلب الليل والنهار بيدي الأمر، هذا معنى أنا الدهر، أي أنا المتصرف وليس هو الزمان. وقالوا أي المشركون ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك بعث ولا نشور كما يقول محمد، ليس هناك بعث ولا نشور ولا جزاء ولا جنة ولا نار، كذا يقول بعض المشركين، نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا قوم، وما يهلكنا إلا الدهر، نسبوا الإماتة إلى الدهر، يقولون إذا عاش الإنسان هرم ومات فني، هذا سبب الموت، أنه من طول العمر وطول الزمان يموت الإنسان يفنى. طيب في ناس يموتون وهم شباب، يموتون وهم شباب، منهم من يموت في المهد، ومنهم من يموت قبل التمييز، ومنهم من يموت قبل البلوغ، فما مضى عليهم ليل ونهار طويل أفناهم، دل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أنه يحيي ويميت، ولا ارتباط لذلك بالدهر، وإنما يرتبط هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره، فجميع الأمور ترد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى يوم نحس مستمر، ليس هذا من سب الدهر، وإنما هو وصف الدهر، الدهر منه شيء شديد ومنه شيء سهل، هذا يوم عصيب، فهذا من باب الوصف لا من باب الذم، لا من باب الذم، فيفرق بين هذا وهذا. الحاصل أن مسبة الدهر حرام، لأنها مسبة لمن خلق الدهر وأجرى فيه الأمور، فيجب نسبة الأمور إلى الله عز وجل. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ينكرون البعث ويقصرون الحياة على الحياة الدنيا، وليس هناك حياة أخرى بعد الموت، وهذا من جهلهم بالله عز وجل وبقدرة الله، تكذيبهم بآيات الله عز وجل. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، يعني صحيح البخاري ومسلم. نعم. قال، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، واضح، قال الله تعالى، هذا من الأحاديث القدسية التي هي من كلام الله سبحانه وتعالى، يؤذيني ابن آدم، كيف يؤذيه؟ يسب الدهر، فإذا سب الدهر فقد آذى الله عز وجل، لأن الدهر ليس له تصرف، وإنما تقع المسبة على المدبر، وهو الله سبحانه وتعالى. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، كيف الله هو الدهر؟
يقلب الليل والنهار بيده الأمر، هذا معنى أن الله هو الدهر، لا أن الدهر من أسماء الله عز وجل. نعم. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية أخرى لمسلم: لا تسبوا الدهر، نهي، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. لا تسبوا الدهر، لا تنقصوه وتذموه على ما يجري من المكاره، فإن الله هو الدهر، هو الدهر. وجاء تفسيره بما سبق، هو الدهر أي أنه هو المتصرف في هذا الكون، لا أن الدهر هو الذي يتصرف. فيجب أن ترد الأمور إلى الله، هذا هو التوحيد. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى: النهي عن سب الدهر، لأن الله قال لا تسبوا الدهر، هذا نهي، هذا نهي صريح. نعم. الثانية: تسميته أذى لله، تسمية مسبة الدهر أذى لله، فالله يتأذى بهذا ولكنه لا يتضرر، لا يضره شيء سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، تأمل في قوله تعالى إن الله هو الدهر، لا تعتقد أن الدهر من أسماء الله، وإنما تفسره بما فسره به في الحديث: أقلب بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. فلا تأخذ الحديث على ظاهره، تجعل الدهر من أسماء الله دون نظر إلى الرواية المفسرة لهذا، فإن كلام الله يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فلا تأخذ بطرف وتترك طرف الآخر، تأخذ أول الحديث وتترك آخره، هذا من الذين يتبعون المتشابه الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، وهم يأخذون الشيء قبل أن ينظروا إلى ما يفسره ويوضحه من كلام الله وكلام رسوله، ولا يردون بعض النصوص إلى بعض. هؤلاء هم الذين يتبعون المتشابه، وهم أهل الزيغ والضلال. نعم. الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، قد هو يعتقد أن الله هو الخالق، ويعتقد بالبعث والنشور، ويعتقد أن الله هو المدبر للأمور، ولكن يتلفظ بهذا، يسب الدهر ويذم الدهر في الألفاظ لا في الاعتقاد، وهذا سيء ولا يجوز، حتى في الألفاظ ما يجوز هذا، يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى حتى من الألفاظ التي فيها تنقص أو فيها أذية لله عز وجل. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.